أيها الناس في كل مكان، من هنا مسجد الرحمن قرية سميرة مركز طامية محافظة الفيوم. مسجد مش موجود أصلا. انظر إلى هذا المكان ولهذا المنبر الذي من المفترض أنه منبر رسول الله. انظر إلى هذا المنبر أيها المسلمون في كل مكان، هذا منبر رسول الله في هذه الأيام بهذا المنظر. الصورة قدامنا مش محتاجة كلام، المسجد بيوصف كل حاجة. احنا هنا لما بنيجي نسجد أو نصلي تقريبا بنسجد على تراب. المطرة لما مطرت هنا المسجد كان غرقان مية. والمسجد زي ما انتوا شايفين هايل الصوت، وفيه تشققات، وفيه بنلاقي فيه بعض الحشرات، وفيه الجدران بتاعته بايظه خالص، والمصلين ما بيعرفوش، لا حد يعرف يصلي، ومن التراب والميه بتاعته بايظه، والحمامات بايظه. احنا هنا في مسجد الرحمن في قريه ابو سميده في مركز طاميه في محافظه الفيوم. النهارده يا جماعه احنا جينا المسجد دوت، واعذروني انا بقول كلمه مسجد وهو مش باين عليه خالص مسجد. ليه؟ مكان اهل البلد الارزقيه اللي على قدهم كانوا عاوزين مكان يصلوا فيه، فجم على حوالي 150 متر وراحوا مصورينه وقالوا احنا هنصلي في المكان دوت. العمدان بتاع المسجد مبنيه بايه؟ مبنيه بشويه طوب، مبنيه مضه كدابه كده زي ما احنا بنقول، في اي وقت ممكن تقع عليهم، ان الذي ينفق على بيوت الله بان الله جل وعلا سيترك بيته، والله لن يترك بيته، والله لن يترك اولاده. قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وصدقه جاريه في بناء بيوت الله، وعلم ينتفع به يحفظ كتاب الله في المسجد، وولد صالح يدعو لك. فإن لم يربى الولد الصالح في بيت الله أيها الحبيب فأين سيربى؟ إيد في إيد إن شاء الله هنبني مسجد الرحمن ده، هنخليه في أروع صورة، هنخليه في أبهى منظر، لأن بيت ربنا أحق إن احنا نعمله كده.